بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم رداء للأرواح وبلسم الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. يسرني ويشرفني أن ألتقي بكم مجددا في هذا البرنامج ثاني اثنين من كل شهر، وأسعد معكم أن نرحب بضيفه الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد محمد، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. مشاهدي الأعزاء، حديثنا في هذه الليلة المباركة سيكون عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، عن أولئك النفر الذين قضوا سن عمرهم في الحفاظ على إرث الأنبياء، وجعل الله كتابه آيات بينات في صدورهم، واستشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيده جل وعلا، إذ يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء هم نور الله في أرضه وأمناؤه على خلقه، منهم يتعلم الجاهل وبهم يسترشد الحائر، وهم فعلا الكنز الحقيقي الذي تتباهى به الأمم. ولئن كانت مكانة العلماء في نفوس المسلمين الصادقين عظيمة وأهميتهم في حياتهم كبيرة، إلا أن هذه المكانة تتأكد وتزيد في حق الراسخين من هؤلاء العلماء، والذين سنخصهم بحوارنا في هذا اللقاء. نتحدث عن المقصود بالراسخين في العلم، ونبين الصفات التي يتأهل بها الإنسان ليصل إلى هذه المكانة العظيمة. أيضا الراسخون في العلم هو موضوع حوارنا، أرحب بكم وأرحب بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف التي تظهر الآن على الشاشة، وخلال بث حلقتنا أيضا. لا يفوتني في بداية اللقاء أن أرحب بالإخوة والأخوات على مواقع الإنترنت، ولا سيما موقعي البث الإسلامي وموقع المسك. أهلا بالجميع، وباسمكم جميعا أكرر ترحيبي بضيفنا الكريم، وعلى بركة الله نستهل اللقاء عن الراسخين في العلم. قبل أن نبين فضيلة الشيخ الراسخين في العلم المقصود بهم، ونبين الصفات التي لابد أن تتوافر فيهم، كما ذكرت في المقدمة، العلماء هم ورثة الأنبياء، ومن المصائب التي آلمت كل مسلم في هذه الأيام ما عرضته الصحف الدنماركية من تجديد للإساءة وللحماقة التي نشرتها كثير من صحفهم. واجب علي وعليك وعلى كل المشاهدين أن نستهل هذا اللقاء بالحديث حول هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خيرا فعلت أخي سلم عمر بأن نبدأ اللقاء بالحديث عن تجدد نشر الرسوم المسيئة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكرها نبين أصلا عظيما. الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين زكى نبيه صلى الله عليه وسلم وعصمه وأكرم مثواه، وسيحسن برحمة الله منقلبه، وسيكون صلى الله عليه وسلم كما أخبر يوم القيامة صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا يجتمع عليها اثنان. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. فنحن عندما نتحدث عن تجدد نشر الصور المسيئة له صلى الله عليه وسلم، نتحدث لنتقرب إلى الله جل وعلا أجرا بالحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا حسنا، ولنبين عوار أولئك القوم. أما هو صلى الله عليه وسلم فمحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له حيا وميتا، صلوات الله وسلامه عليه، والله لن يصل إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء، فمن يطول سماك، صلوات الله وسلامه عليه. هذا التجديد يفرز أمورا كثيرة، من أهمها أن طريق معالجتنا الأولى لم تكن في الغالب صائبة، لأن هذا الحدث تجديد وقد كان من قبل، كان من قبل على هيئة مقتصرة في صحيفتين أو ثلاث، صحيح، والآن وصل العدد إلى 17 صحيفة.
منها صحف مدعومة من الدولة. التأييد الحكومي الدنماركي في التجديد أكثر منه في الأول، كانوا في الأول يلتزمون الصمت، لكن الآن بعض الصحف تحظى بتأييد من الحكومة. الكنيسة صمتت إلى الآن، الكاثوليكية صمتت إلى الآن عما حصل. إذن هناك ثلاثة أمور: تجدد عدد الصحف وكثرتها، تأييد الحكومي والدعم الرسمي، الصمت الكنسي نسبة إلى كنيسة. طيب. والمعالجة السابقة، الإخوة الفضلاء، يعني لا نريد أن نقدح في أحد، لكن بعض الفضلاء اجتهد وقد لا يكون موفقا في قضية اللين، وبعض الفضلاء اجتهد ولم يكن له أن يجتهد. لماذا؟ لأن التحدث باسم الأمة والدفاع عن نبيها لا يحتاج أولا إلى ما يشبه بالتوكيل والتفويض من الأمة. ليست القضية قضية أن إنسانا فرديا يسعى إلى حل المعضلة بيننا وبينهم، واضح؟ يعني ليست مناط اجتهاد فردي وأن الإنسان يأتي بمفرده ليتحدث باسم المسلمين، هذا غير مقبول. لابد أن يكون التفويض ناجم عن جهة لها حق التخويل رسميا أو شعبيا من ضربة العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي. طيب. منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل الحكومات، ومنظمة العالم الإسلامي تمثل الشعوب. وينبغي على منظمة المؤتمر الإسلامي ورابط العالم الإسلامي الاثنتان، ينبغي عليهما الاثنتين أن يتخذ موقفا موحدا، وهما يتخذ القرار المناسب في مثل هذه الحالة. بعض الكتاب الكبار الذين لهم دراية بالصناعة القانونية، لماذا نقول الصناعة القانونية؟ لأن قضية يعني أن سب النبي صلى الله عليه وسلم هل يخول حربا؟ نعم، لكن لأنه جريمة عظمى، لكن الأمة ليست في مقدورها الحرب، وهذا لا يختلف عليه اثنان. لكن هناك طرائق خفية، وقلت بعض أهل الصناعة القانونية المعاصرين كتب في هذا المجال، آخرهم اليوم أنا قرأت في جريدة الحياة. طيب. لأستاذ اسمه محمود المبارك، ذكر طرائق قانونية ونبه على أن الميثاق الأوروبي ينص على أن حرية التعبير عن الأديان في المادة 29 من نفس الميثاق تنص على أن لا أن هذا مقيد، هذه الحرية مقيدة بأن لا تضر حرية الآخرين. وهذا في دول تحكم القانون في الغرب ينبغي الاتكاء على مثل هذه في محاكمتهم، ليست قضية محاكمة الفرد لكن قضية الضغط على الحكومات من باب القوانين التي هم يؤمنون بها ويبثونها في الناس. طيب. هذا من جهة العمل الرسمي. للأسف الموقف الرسمي إلى الآن من دول العالم الإسلامي لا يرقى إلى أدنى ما هو مطلوب في حق تجدد نشر الصور الرسمية. أما ما يتعلق بعامة المسلمين فيظهر أن الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية على الأقل وإن لم تكسر لهم شوكة في الغالب فإنها تشفي فينا غلا، فالتجديد لها أمر محمود مطلوب في ظني. إذن تنادي بالمقاطعة. تنادي بالمقاطعة. نعم. والأمر الثاني قضية عملية، وهو أننا نعمل جاهدين على نصرته صلى الله عليه وسلم بنشر هديه وبعث سنته في الناس وفي الغرب أولا، ونبدأ بالعمل الفردي والجماعي في نشر سننه صلى الله عليه وسلم وهديه والدين الذي جاء به. وهناك كلمة قالها العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفقه الله وحفظه في اللقاء في ما حصل الحادث الأول، قال إن الدنماركيين أساءوا إلى نبيهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي لنا ونبي لهم، وهذا يعني لا يتنبه له إلا عالم فذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء بعده من بعثته إلى يوم القيامة هؤلاء كلهم أمة الدعوة. فالدنماركيون وغيرهم ليس لهم نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هم مأمورون شرعا بالإيمان به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فهم أساءوا إلى نبيهم ونبينا في آن واحد، لكن الفرق بيننا وبينهم أننا من أمة الإجابة ولله الحمد، وهم من أمة الدعوة. هذا أمر كله يجب ينشر في أبنائنا في بناتنا على مستوى المؤسسات على مستوى عديد جدا. وقلت يابد أن يرتقي الموقف الرسمي من منظمة المؤتمر الإسلامي، والغريب أنهم يعني يدعون أحيانا للقاءات أو لقمم في أمور هي أدنى من هذا. صحيح. بكثير للأسف. شيخ صالح، عشان نفهم من كلامك التقليل من الجهود الفردية، الآن عندما تتخلى الجهات الرسمية، عندما تتخلى أيضا العمل المؤسسي،
لا يبقى أمامنا إلا الجهات الفردية تنقسم إلى قسمين زي العمل التعبدي. أيوة. الآن العمل التعبدي الشرع لم يأتيك أن تستأذن أحدا في نافلة. طيب. أو تستأذن أحدا بصلاة التراويح، لكن كإقامة جمعة كإقامة عيد لابد فيها من إذن رسمي، لابد فيها من إذن الإمام. مثلها النصرة، عندما تريد أن تقاطع قاطع، لا يستلزم أن يوافق أحد، واضح؟ طيب. لا يستلزم أن يوافقك الناس على أنك لا تشتري منتوجا درمانكيا. نعم. عندما تريد أن تحيي السنة هذا واجب حتى لو لم يسئل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تريد أن تذهب إليهم تتحدث باسم المسلمين وتناقشهم وتتفق معهم على خطوات، لا، ليس من حقك. وهذا خطأ كبير وقع فيه كثير من المعاصرين في عدة جهات، في جهات في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، في أحيانا في القتال، في أمور كثيرة لا تخفى. إن القضية الأساسية، الخلاف الأساسي في أنه لا يحق لأحد أن يتصرف باسم الأمة على أمر يهم الأمة كلها، محال. إما أن يأخذ إذنا شعبيا أو إذنا رسميا، بل لا بد منهما معا حتى يمكن له أن يتحدث. أما أن يأتي صالح ويأخذ الأستاذ معمر، ونأخذ مثلا أخ كريم معنا ثلاثة، ونقول لهم نحن نخاطبكم باسم المسلمين، ماذا تريدون، ماذا نريد، هذا ليس من حقي ولا من حقها، من حقك، واضح المسألة. طيب. أسأل الله يعني أن يخزيهم. اللهم وهؤلاء يظهر أنه يعني أشباه عجول ليس لهم عقول، يعني حتى دينيا وسياسيا. نعم. ليس يتصرفون حميد بصرف النظر عن دينيا يعني. طيب، أعود يا شيخ إلى موضوعنا والراسخون في العلم، وأبدأ بقوله تعالى والراسخون في العلم، قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. سورة العمران، بما دامنا في سورة العمران افتتحت بها هذه السورة، قبل أن ندخل في تفصيلات الآية، قبل أن نبين المراد بالراسخين والصفات التي لابد أن تتحقق فيهم، دعني شيخ نقف مع فواتح السور في القرآن الكريم، إذا كان من كلمة إجمالية تبين طبيعة هذه الفواتح. نعم، الأمر كما قلت، الآيات من سورة آل عمران. أين؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ذكر الله جل وعلا بعدها بآيات والراسخون في العلم. إذن هي في فواتح آل عمران. فواتح السور في القرآن. نعم. لا تخرج كما حرر أهل هذا أئمة أهل هذا الشأن عن عشر طرائق. قد يكون هناك متابعون طلبة علم والمسلمون يريدون أن يعني يستفيدوا من هذا، نقول تبدأ حروف فواتح القرآن لا تخلو إما أن تكون حروف متقطعة مثل آل عمران والبقرة قبلها ألف لام ميم، ألف لام ميم، ومثل مريم كاف هاء عين صاد، أو أن تكون قسما والطور والشمس وضحاها والفجر، فالقسم هو النوع الثاني. طيب. أو أن تكون جملة خبرية، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، هذا كله جملة خبرية. أو أن يكون دعاء، الله يقول ويل لكل همزة لمزة، ويقول جل ذكره ويل للمطففين. أو أن يكون نداء، قال جل ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أو أن يكون شرطا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، هذه ست. وأن يكون استفهاما مثل قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. أو يكون تعليلا، وهذا لم يرد إلا في موضع واحد، قال الله جل وعلا لإلاف قريش. أو أن يكون ثناء على الله، والثناء على الله ينقسم إلى قسمين، ثناء بتمجيده وحمده، وهذا ورد في الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وإما أن يكون بتنزيه الله عما لا يليق به، وهي الآيات التي وردت مبدوءة بالتسبح مثل سبحان الذي أسرى بعبده، سبح لله ما في السماوات في الحشر وفي الحديد وأضرابها في القرآن. هذه جملة فواتح سور القرآن. جميل جدا. في بداية اللقاء شيخنا يعني أنادي الأخوة والأخوات على الموقع بأن مثل هذه الفوائد ممكن أن تحصر وتدون حيث يستفيد منها المشاهد الكريم من خلال الرجوع إلى المنتدى. شيخنا الفاضل، في يعني نقف مع هذه الآية وقفة أخرى، أن الله عز وجل في هذه الآية قبل أن يثني على الراسخين في العلم ابتدأ بذاته العلية، فبدأ بالثناء على نفسه ثم تطرق إلى الثناء على الراسخين في العلم. نحرر معنى الآية إجمالا ونبين المراد بتفسيرها. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه طريقة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنزال الكتاب من أعظم ما تمجد الله به وامتن به على خلقه، فالكتاب هنا القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب. هذا الكتاب منه الآن تبعيضية بيانية، منه آيات محكمات، ربنا يقول، وأخر أي غير المحكمات متشابهات. إذن في القرآن محكم ومتشابه. المحكم ما لا يمكن صرفه إلى غيره،
يعني واضح الدلالة مع خلاف العلماء في معنى المحكم، لكن يفيء كله إلى هذا. طيب. والمتشابه ما هو أن لفظه أو تركيبه قد يحتمل معنى يوافق المحكم ويحتمل معنى لا يوافق المحكم. المتشابه يحتمل معنى يوافق المحكم ويحتمل معنى لا يوافق المحكم، لكن هذا الاحتمال ناجم من اللفظ والتركيب لا من المراد، وهذا القيد مهم جدا في فهم القضية. مراد أن هذا المتشابه لفظه وتركيبه يختلف عن المحكم، فما لأن لفظه وتركيبه يختلف عن المحكم فلا يظهر المراد لك جليا كما يظهر في المحكم. إذن المراد واحد من المحكم ومن المتشابه، لكن لفظ المتشابه يختلف عن لفظ المحكم، ولفظ المتشابه يحتمل معان أخرى لكنها غير مرادة، وهذا مهم جدا. كيف يتضح؟ بالمثال، مثلا قال الله تبارك وتعالى، نطق القرآن بأن عيسى روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا كلام الله. جاء النصارى قالوا الله يقول أن عيسى روح من الله. طيب. علامة عارضون أن عيسى ابن الله، والله يقول وكلمة منه، علامة عارضون أن الله أن المسيح ابن مريم ابن الله. هذا متشابه، المراد منه واحد، إثبات شرف عيسى. طيب. هو المقصود في المحكم، فالذي فهموه غير مراد أبدا، لكن اللفظ يساعد عليه، اللفظ يساعد على فهمهم. لكن من أين أتوا؟ أتوا من أنهم لم يردوا المتشابه إلى المحكم. لهذا قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن، هذه نسيت أذكرها في الأول، هن أم الكتاب. ما معنى هن أم الكتاب؟ أي أصل الكتاب. ما معنى أصل؟ أي يرجع إليه. ما معنى أصل الكتاب؟ أي يرجع إليه. فعندما نأتي لهؤلاء النصارى نقول هذا المتشابه ردوه إلى المحكم، إذا رددناه إلى المحكم تتضح الصورة. الله يقول عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فهذه آيات محكمة تبين أن عيسى عبد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، تبين محكمة، تبين أن عيسى عبد. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فهذه كلها محكمات على أن عيسى ابن مريم عبد ورسول وبشر وابن لآدم. نعم. ترد إليها المتشابهات. ترد إليها المتشابهات. لهذا قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هنا قبل أن نتجاوز هذه النقطة مهم جدا، نحن نعظ من يسمع محاضرات بعض العلماء والدعاة فيأخذ المتشابه منها ويجعلها أصل، وينسى أن للشيخ كلاما محكم لو التبس عليك فهم بعضه لوجب عليك أن ترده إلى أصل كلامه. صحيح. حتى يكون حقا أنت تريد الحق. أما أن يقف الإنسان عند هذا الأمر، لأن الإنسان الملقي المحاضر المدرس، نحن في برنامجنا هذا عرضة لأن يخطئ، عرضة لأن اللفظ يخونه. صحيح. عرضة لأنه لا يحسن تركيب وإن كان مراده قصدا. وسأقول لك قصة، يعني خبر حصل لي شخصيا. أنا كنت أتكلم مرة في مسجد وأتكلم عن قضية إن كيدهن عظيم، إن كيدهن عظيم وردت في القرآن حكاية عن الشاهد أو عن عزيز مصر، ولم ترد في القرآن على أنها يعني مسندة إلى الله، واضح؟ وهي من كلام الله. طيب. فأنا أشرح، أنا لا أتكلم عن أسماء الله ولا عن صفاته، أنا أتكلم عن إن كيدهن عظيم، لا يحق أن نقول إن الله وصف كيدهن بأنه عظيم، لأن هذا جاء حكاية عن المرأة عن العزيز نفسه، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب. واضح؟ فسبق لسان، ما أحسنت اللفظ والتركيب، قلت هذه جاءت على لسان امرأة العزيز ليست على لسان الله، واضح؟ طبعا أنا أخطأت في التركيب في اللفظ لما قلت على لسان الله، لكن ليس المراد من كلامي قطعا أن أثبت أن لله لسان، لأن الله لا يوصف إلا بوصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي إنسان يعني في قلبه دغل أو ربيب لكلمات يسمعها من غير، فيأتي ويقول هذا لا عقيدة له، هذا يؤول في الصفات ويحتج بهذا، فلا يرد. أحيانا مفسر الشيء، أحيانا يكون يريد بيان معنى العبارة. طبعا أنا أخطأت في اللفظ والتركيب قطعا، لكن الفرق بين ما قلته الآن وبين كلام الله فرق كبير جدا. أنا أخطأت في اللفظ والتركيب، لكن لا يقال أن القرآن فيه خطأ في اللفظ والتركيب، لا. طيب. هذا موجود عمدا
لأمور ستأتي إن شاء الله. بعد ذلك شيخ مال الاتصالات الدولية من الإمارات أخونا كامل. السلام عليكم ورحمة الله. أخي كامل ما شاء. طيب أنتقل إلى أحمد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل. الله يحييك يبديك. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حياكم الله أخي الكريم. الله يبديك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أولا في الحقيقة أود أن أقول أن مشاركتي في هذا البرنامج تعتبر شرف لي، وتتكون مشاركتي من عدة أسئلة واقتراح. طيب لعلها باختصار يا أخي أحمد. سمى بشر. السؤال الأول، كلنا يعلم فضيلة الشيخ أن الآيات المتشابهات إنما يستخدمها من في قلبه زيغ كما وصفها القرآن، فهل هناك أمثلة ممن يستشهد بها منافق هذا العصر حتى لا ينخدع الناس ويكونوا على بصيرة من أمرهم؟ طيب السؤال الثاني، ما الصفات التي تظهر على الراسخون في العلم حتى يعرفهم عامة الناس؟ السؤال الثالث، في غير موضوع الحلقة، كثر في الآونة الأخيرة استخدام الناس الرسائل النصية التي تحتوي على ذكر معين ثم يقول أرسلها لعدة أشخاص، ثم يقول في الرسالة أنها طريقة مجربة، كيف نتعامل معها بطريقة صحيحة؟ أما الاقتراح فنحمد الله عز وجل أن هذا البرنامج بدأ ينتشر بشكل ملحوظ، فالشكر له وحده سبحانه، ولا شك أن التجديد سيكون مساندا له في مواصلته بشكل رائع، فيشكر القائمون على تغيير إشارة البرنامج، كما يقترح لهم تغيير استوديو البرنامج ومحاولة إضافة المشاركين داخل الاستوديو. ختاما أشكر لكم إتاحتي الفرصة على المشاركة في هذه الحلقة، وأتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ والأعاق معمر وكذلك لجميع أعضاء منتدى القضوف الدانية، بارك الله فيكم. شكرا شكرا أخي أحمد، جزاك الله خير. وأنا يعني أضم صوتي إلى صوتك بالنسبة لتغيير بعض الأشياء، وإن كنت تعذرني في مسألة الشارة لأن كثير من المشاهدين متمسكون بهذه الشارة. بعد أحمد من القصيم معنا أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم تفضل. أشكر الشيخ صالح على ما قدم في هذا البرنامج. السؤال الأول، هل المقاطعة تكون فترة الاستهزاء فقط أم نستمر إلى الأبد؟ أما السؤال الثاني، ما موقفنا ممن قال في مؤتمر البحرين قاطع الدنمارك ثم يعود إلى رفع المقاطعة؟ السؤال الثالث إن سمحتم لي تفضل، نريد تعليق من الشيخ صالح على وفاة العالم نحسبه الله حسيبه الشيخ بكر أبو زيد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أبو عبد الملك أنا أعتذر منك وأعتذر من الإخوة المشاهدين، يعني كنت بداخل الحلقة بتوصية خاصة من الشيخ أن يكون محور خاص بالشيخ بكر أبو زيد، لعل إن شاء الله يكون أثناء الحوار. قبل أن أعود إلى الشيخ مرة أخرى نختم بهذا الاتصال من الأخت بدرية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت أكلم الشيخ صالح. تفضل الشيخ أسمعك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، يعني احنا نقدر نرد على الدنماركيين بنشرف من اللي همش. تفضلي يا بدرية. اقول يعني نقدر نخاطب الدنماركيين بنفس الشرف من الصحف، نفس اللي يرسمون نفسهم لهم، يعني نخاطبهم على يد لا يعني ما يصير. السؤال غير واضح يا اختي بدرية، تقولين نستطيع ان نخاطبهم بنفس الطريقة يعني بالرسم مثلا؟ ايوه ايوه. طيب تسمعين تعليق الشيخ. سؤال آخر. أبغى الشيخ يدعيلي. طيب جزاك الله خيرا وجزا الله جميع المتصلين خير الجزاء. الشيخ صالح، قبل أن أعود إلى محاوري وإن كان لي بعض الجزئيات في الكلام السابق، لكن كامل من الإمارات يقول لو كامل أحمد الأحمد من القصيم كامل لعله يعود إلينا. يسأل الشيخ عن قوله تعالى أن لا يتتبع المتشابه إلا من في قلبه زيغ، في قيد هناك أمثلة معاصرة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقد بينا بمثال لقضايا قضية عيسى بن مريم عليه السلام، وقلنا إن من في قلبه زيغ من النصارى أنهم تمسكوا بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الآيات التي تقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وهذا ممكن يعني استطراده أو الأخذ به في أكثر من موضع في كلام الله جل وعلا، يجب التنبه إليها، وهذا مداره على البحث والاستقصاء، وهو من أعظم ما يعني تجول فيه أقدام العلماء، وسيأتي تحريره في قضية لماذا وجد في القرآن متشابه. يسأل عن صفات الراسخين، ستأتي أيضا إن شاء الله. يقول الشيخ في الآونة الأخيرة انتشر استخدام الرسائل النصية وطريقة مجربة وكذا. أي نعم، توسع الناس في هذا، وبعضهن لا أصل لها. وقد يقول قائل، يعني عشان استدرك هو طيب. أنا قلت في نفس البرنامج هذا قضية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لكن قلنا إن ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قلناها لأنها مبنية على نفس المسألة، يعني زكريا عليه السلام ابتلي بأنه لا ينجب، فنحن ما لم نأتي شيء من عندنا، يعني الله قال
هنالك دعا زكريا ربه ربي أخذني فردا إنك سميع الدعاء في عدة لأنه ذكرت في آل عمران ذكرت في الأنبياء. المقصود الآية في نفس السياق لكن في توسع عددي وتوسع رقمي وتوسع كذا ما أنزل الله به من سلطان بدأ ينتشر. لكن تحديد يا شيخ بأربعين تحديد بأربعين القضية هذه قلت أنا طبعا نزعني فيها كثيرا من الفضلاء وحق لهم وقولهم قوي لكن لفظ أربعين الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والأنبياء بعثوا على رأس الأربعين والله جل وعلا واعد موسى أربعين ثم التجربة التي حصلت أول أمر كانت أربعين ومع ذلك أنا أقول لا يلزم التقييد بالأربعين قد تأتي أكثر قد تأتي أقل قد تكون مرة واحدة يعني ليس نفعها ملتصقا بعدد أربعين. إذن يدعو الإنسان ولا يحدد يدعو الإنسان ولا يحدد لكن لو حدد أربعين لا أجد فيها حرج لأن هذا مبني على التجريب. أخشى شيخ أن يقاس عليها مسائل أخرى كل لا هو أنا قلت تحرير المسألة لابد أن يفرق ما بين المسألة التعبدية والمسألة الطبية في فرق كبير بين القضيتين. طيب أعود إلى الأخوة أبو عبد الملك يقول هل المقاطعة تكون مؤقتة كل ما جددوا إساءة جددنا مقاطعة ولا تكون أبدية؟ الله أنها تبقى إلى الأبد. طيب. مثل هؤلاء لا يتركوا تترك مقاطعتهم حتى يعتذروا جميعا وهم صاغرون. الأخت بدرية تقول هل يمكن ممارسة نفس الأسلوب نعيد لهم الرسوم؟ طرحه بعض الكتاب المعاصرون الأقوياء وأظنه جيد لكن السؤال ماذا ينشر؟ يعني طبعا لا يمكن أن ينشر صورة عيسى لأنه لا رموز لديهم لكن هو في نقاط قد لا أحسن عرضه البرنامج لكن في طرائق يعني لكني لا أريد أن أفصح لكنها تكون من الحلول يا شيخ لو تعرض الآن تكون أفضل. لا ما يمكن التصريح طيب. بها يعني يعني تغيظهم لكن لا يحسن التصريح. بالنسبة للرسوم يا شيخ الآن بعض الغيورين عندما أراد أن يهاجم هؤلاء ويرد عليهم حاول أن ينشر هذه المسألة بين المسلمين بأن يوعي المسلمين بأن هناك إساءة في الدنمارك لكن هذه التوعية كانت مصحومة بإعادة الرسوم. لا يعاد الرسوم أبدا يكفي المسلم يكفيه مجرد إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإساءة أما يعيد الرسوم لا. طيب كانت تطلب الدعاء لعلنا نجد لآخر الحلقة. قبل هذا الشيخ عندما تكلمت عن الآية السابقة كنت تربط شيخ بين المتشابه تقول أن يجب على المرء عندما يريد أن الأمر إلى المحكم لكن هل لكل متشابه محكم في القرآن الكريم؟ لا بعض المحكمات لوحدها ليس لها متشابهات. العمل في مثل هذه الحالة شيخ يعني كل متشابه له محكم أي نعم لكن ليس كل محكم ضد متشابه لكن كل متشابه له محكم وإلا ما أصبح للمحكم مزية لكن الله قال هن أم الكتاب أي أصل الكتاب وهذا أصل حتى في الطلب في العلم. أنا أذكر قبل عام 1410 لم أنسى حججت في مزدلفة قابلت قدرا العلامة بن عثيمين غفر الله له ورحمه وأكرم الله مثواه فكان في مسألة مشكلة علي في الحج فقابلته قدرا فسألته عنها فقال لي كلمة نافعة مستنبطة من الآية قال رد كل شيء إلى حديث جابر في الحج اجعل حديث جابر أصلا ورد إليه الأخبار فارتحت وأظن الشيخ رحمه الله اقتبسها من الآية. السؤال يا شيخ الآن عن الحكمة من ورود هذه المتشابهات إذا كان يعني لعنه فسر أول شيخ كيفية التعامل مع هذه الآيات أيه. والحكمة منها طبعا الحكمة منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يضرب أمثلة ماذا يقول يركز على قضية القلب عندما يوجد متشابه المتشابه هذا لو كان القرآن كله محكم صار الناس في التسليم واحد لكن المتشابه يقصد منه في المقام الأول أن المؤمن يؤمن به فيعلن بذلك استسلامه لربه تبارك وتعالى وخضوع قلبه لخالقه قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه فأول حكمة من إيجاد المتشابه أن تخضع القلوب لعلام الغيوب جل جلاله جميل. الأمر الثاني الإنسان كرم الله جل وعلا كرم الإنسان بالعقل والعقل إذا لم يعمل مات فحتى يكون في القرآن متشابه يكون مضمار تجري في أقدام العلماء فيبحثون ولهذا القرآن إلى اليوم وسيبقى كذلك والعلماء يستنبطون منه ويأخذون ويرد وينهنون ويقتبسون من سنة فهذا المتشابه تدارسه أخذه كيفية رده للمحكم مجال عظيم لأهل العلم وهذا المجال العظيم إذكاء لعقولهم فعندما يكون إذكاء لعقولهم يكون أن الإنسان يكون أن الرب جل وعلا كرم العقل المؤمن بهذا. الأمر الثالث أن كلام العرب جاء على ضربين والقرآن عربي كلام موجز يفهمه كل أحد وكلام يحمل كنايات وإشارات وتلويحات
لهم طرائقها فيها لا تدل على المعنى المراد مباشرة. فالقرآن جاء بطريقتهم بأسلوبهم، جاء بالمحكم وجاء بالمتشابه، فالمحكم يوافق كلامهم الموجز الذي لا يختلف عليه اثنان، والمتشابه يوافق كلامهم الذي يحمل عدة معان، فكأن الله جل وعلا يتحداهم بجنس كلامهم. أي أن الله يقول لهم المعنى يصبح أن كأن الله يقول لهم أنا جئتكم بقرآن يحمل الضربين اللذين تتفوقان فيهما، فتحدوه بأي شيء شئتم لا يقدرون، لا على مجارات محكمه ولا على مجارات متشابهه. نعم. كما تحداهم الله. إذن معانا في التحدي ومعانا في الإعجاز أيضا. معانا في التحدي ومعانا في الإعجاز اللغوي. كل متشابه شيخ هل يصل إليه العلماء ولو بعد حين؟ هذه مسألة لا أستطيع الجزم فيها، يعني قد يوصل له، لأن هذه مبنية على قضية هل في القرآن شيء معنى كلمة تأويل، وأظنه سيأتي إذا حررنا كلمة الراسخون. طيب. في العلم. إذا ننتقل إليها، لكن أنا ما أستطيع أجزم يعني. هذا القرآن. لعلك تدخل في هذا الشيخ من خلال الوقف الآن، لأن بيان التأويل. طيب الوقف. نعم. نعم. هل نقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أو نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون؟ هذه مسألة اختلف الناس فيها. نعم. أهل العلم والأئمة رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا من قبل فيها. اللهم. القضية تقول الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. السؤال هنا أنا أقول أنه يجب أن يحرر أولا ما معنى كلمة تأويل. طيب. لا سبيل إلى معرفة الوقف أين يكون حتى نعرف معنى كلمة تأويل. أنا سأسرد أولا أقوال العلماء. قال بعض العلماء وهو قول ينسب إلى الجمهور أن الوقوف على اللفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والواو بعد ذلك عندهم استئنافية ويصبح الراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة جديدة. وقال مجاهد وبعض أئمة التفسير إن الواو عاطفة فيصبح الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتصبح يقولون آمنا به جملة حالية بالنسبة للراسخون. سبب الخلاف طبعا هذه الأشياء الموجودة. الصواب عندي والعلم عند الله أن يعرف ما معنى كلمة تأويل. فإذا قلنا إن التأويل هنا طبعا كلمة تأويل في القرآن وردت بمعنى يعني. وردت بمعنى تفسير. وردت بمعنى حقيقة الشيء وكنه ومآله. أي ومآله. نعم. فإذا عبرناها بأن حقيقة الشيء وكنه ومآله وجب الوقف على لفظ الجلالة، لأن هذا لا يمكن أن يعلمه إلا الله. ومنه قول الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يأتي مآله، فهذا لا يمكن يعلمه إلا الله. هل هو المقصود هنا؟ قلنا إذا كان المقصود مآل الشيء فنقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، متى يكون حقيقته هذا غيب. أما إذا قلنا تأويل هنا بمعنى التفسير وبيانه للناس بيانا لا يصل إلى معرفة حقيقته وكنه، فهنا الصواب عندي أن يوقف على الراسخون في العلم، يقال ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يصبح الراسخون في العلم يعلمون تفسيره للناس. هنا قال الفخر الرازي رحمه الله وعفى عنه، قال إنه لو كان الراسخون في العلم، هو لا يرى الوقف على الراسخون في العلم، يرى الوقف على لفظ الجلالة. نعم. يقول لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله لما بقيت لهم مزية، لأن المحكم والمتشابه صار عندهم في شيء واحد. صحيح. فانتفى الأمر القلبي لأنه أصبح عرفوها بالعلم. هذا رأيه. وعندي أن هذا القول حجة عليه لا حجة له. كيف؟ لأن الله لو أراد القضية قلبية لقال والراسخون في الدين في الإيمان في اليقين يقولون آمنا به، لكن الله قال والراسخون في العلم. واضح؟ صح. لأن الإيمان القلبي الثناء بالإيمان القلبي يأتي في الأمور التي الإنسان يسلم فيها ولا يعرف حكمتها. أما الإيمان العلمي يأتي في الأشياء التي يعرف الإنسان حقيقة يعرف الإنسان المراد منها. فأقول على هذا إذا كان المقصود بالتأويل هو حقيقة الشيء وكنه فهذا لا يعلمه إلا الله ونقف على جلالة. وإذا كان تفسيره وبيانه للناس فهذا يوقف على والراسخون في العلم، وأظن أن الآية إلى الثاني أقرب والعلم عند الله. لكن الشيخ القول بهذا القول الذي اخترته لا يكون فيه جمع بين القولين، وهذا منهج معتبر في الشريعة
يعني انا يعني ارجح هذا القول ناقش يعني، لكن بالنسبه للقارئ هل يختار ان يقف ان يحمل المعنى على يعني ما يريد ويقف في الموقف الذي يراه؟ نعم بالنسبه للقارئ حسب ما يعتقده، لكن كما قلت انت ممكن انه يقف وما يعلم تاويله الا الله ثم يقول ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به، يصير كانه اتى بقولين. نعم طيب استاذنك في هذه الاتصالات معنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. اخوي محمد تفضل واعتذر عن التاخير. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك شيخ محمد. حياك الله تفضل. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله اخي محمد. احبك في الله. احبكم الله. يا شيخ ودي بس اسال عن يعني صفه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه ورد اذكار عديده يعني كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وايضا اذكار متنوعه ايضا في السجود، هل اذا كان الانسان اماما يعني يقول جميع هذه الاذكار التي خصت للركوع وجميع الاذكار التي في السجود ام يقتصر على البعض منها؟ يعني ودي توضيح الحديث، يعني برضو حديث يعني قرأت يا شيخ وأريد أفهم معناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بمقدار وقوفه، يعني هل هذا يعني في الفرض يعني إذا كان يصلي الناس يصلي بالناس إماما أو خاص بالنفل؟ أود توضيح هذا يا شيخ. الله يجزاك خير. أبشر أبشر أبشر. طيب. سؤال آخر محمد. شكرا جزاكم الله خير ونفع الله بكم إن شاء الله. الله مامي شكرا لك. معنا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله. ألو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ممكن أقول مشاركة عن العلماء؟ تفضلي باختصار. نظرت للنجوم المتناثرة في السماء في ليلة ظلماء وإذا بالنجمة الأولى أشد ضوءا من الثانية والثانية أشد ضوءا من الثالثة وهكذا، فأعجبني منظرها كأنها اللآلئ المتناثرة في قطعة سوداء لا يشوب سوادها سوى هذه اللآلئ، وقلت في نفسي أهل يوجد منظرا في هذه الأرض كمنظر النجوم في السماء؟ قلت في البداية لا لا أظن ذلك، وإذا بفكري يدور حول ما قد عشته من زمن، وإذا بي أحاول وأعاود السؤال أخرى، فقلت نعم يوجد كهذا المنظر بروعته وزينته على هذه الأرض الغبراء، سبحان الله إنها النجوم بضوئها ولمعانها وبريقها وكل مواصفات النجوم، ولكن نجوم السماء تختفي ونجوم الأرض لا تختفي، إنها ضوء لجميع الأرض كلها بمشارقها ومقاربها، نجوم ونجوم السماء يهتدي بها المسافرون فقط، لكن هذه النجوم يهتدي بها جميع من على هذه الأرض بعد هداية رب الأرض والسماء. نعم. لا بل أزيد على ذلك أنه يهتدي بهم من عرفهم ومن لم يعرفهم فقط بمقولاتهم المنقولة عنهم، ونجوم السماء زينة للسماء في ظلمة الليل الدامس، ولكن نجوم الأرض زينة لها ليل نهار أحياء أم أموات، يا هل ترى ما هذه النجوم؟ وإن نجوم السماء ترجم الشياطين والمسترقين للسمت، ونجوم الأرض ترجم وتحارب كل معتد على هذا الدين والإسلام الباقي إلى قيام الساعة، وأنهم هم الرافعون في هذا الزمان بعد رفعة الله سبحانه وتعالى بدينه ورسالة نبيه الكريم الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أم خالد إذا أذنت لي، إذا أذنت لي أم خالد نقف عند هذا الحد من أجل وقت البرنامج لأنه لا زال لدي الكثير من المحاور. أشكرك على هذه المداخلة. أنتقل من أم خالد إلى أخينا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ صالح. حياك الله. أحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك. حياك الله. وأسكنك ربي الفردوس. آمين. سؤال وطلب. أما السؤال يا شيخ أريد أن أتفق مع قوله تعالى فما ظنكم برب العالمين. طيب. وأما الطلب فنحن نطلب الشيخ مرارا وتكرارا أن يزورنا في الدلم، فأسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يحققنا هذه الأمنية أن يزورنا في الدلم. طيب شكرا يا عبد الرحمن، ويعني أخلص من هذه المداخلات سيدنا الشيخ إلى هذا الفاصل. مشاهدي الكرام وصلنا إلى محور مهم جدا وهو معرفة الصفات التي تتحقق في الراسخين في العلم. تابعونا بعد هذا الفاصل نتعرف جميعا على هذه الصفات، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، عودة إلى ضيفنا الكريم مرحبين به. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيدنا عمر. الله يبارك. شيخنا الفاضل كنا وقفنا على بعض الاتصالات من الإخوة الكرام. الأخ محمد جزاه الله خير يسأل يا شيخ عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاته سواء في الركوع أو في سجود الأذكار، هل يجب على الإمام أن يلتزم بهذه الكيفية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وأفطر، شافع المشفع في عرصات يوم المحشر، وقد نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أذكار.
هذه الأذكار تنقسم إلى قسمين في أذكار الركوع والسجود، هذا الذي يعنيه. فأذكار لا بد من الإتيان بها، وهي قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. فما زاد على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع: خشع سمعي وبصري وعظمي واستقلت بي قدمي لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأضرابها. فهذا يقال حينا ويترك أحيانا، ويفرق الإنسان ما بين حاله وهو إمام ما بين حاله وهو منفرد. فإن كان مأموما فلا شك أنه تبع لإمامه، لكنه إن كان إماما يتحرى عدم الإطالة، لكن كذلك لا يتوخى التقصير المخل، وإنما لا بد أن يكون هناك طمأنينة في الركوع والسجود ويعلم الناس ذلك، لكن لا تكون هناك إطالة يعني تجعل الناس منفرين. ومعلوم الحديث معاذ في القضية، إلا أنني أرد أن أتي فائدة هنا وأتى بالسؤال. حديث معاذ كان يصلي بقومه، فكان يصلي وراءه شاب، فالشاب عندما كان معاذ يطيل ترك الصلاة وانصرف، فغضب معاذ وتفرس فيه أنه منافق، فذهب مجمل الحديث الاثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما قال ما عنده، هذا يشتكي معاذا أنه يطيل، ومعاذ يشتكي أن هذا يترك الصلاة ويخرج. فقال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ودله على ما يقرأ به. قال هذا الشاب: وسيعلم معاذ إذا قيل أقبل العدو من الذي يثبت. ثم انتهى الأمر، فحدثت غزوة بعدها، فتقدم الشاب والصفوف ومات شهيدا. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ومعاذ معاذ رضي الله عنه وأرضاه أكبر أجلاء الصحابة. قال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك أو ما فعل خصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. معاذ يقول: صدق الله يعني الرجل وكذبت، كذبت هنا بمعنى أخطأت، ليست كذبت بمعنى أن يقولت خلاف ما أتكلم، كذبت بمعنى أخطأت. وهذا وارد الله على النسب، يعني الرجل صدق الله في نيته فصدقه الله، يعني عندما قال كان صادقا، عندما يقول سيعلم معاذ إذا أقبل العدو من الذي يثبت أو من الرجل أو من الشاب، فالرجل كان صادقا في دعواه. فهنا انظر، رجل فقهه لم يتحمل الإطالة، وما ذلك ثبت في مواطن عظيمة جليلة. المقصود من هذا، أنا هذا استطراد كما قلت الأخ السائل أخ محمد الله يحفظه، أن القضية قضية أن الإنسان يفرق ما بين كونه إمام أو كونه منفرد أو كونه تابعا. أم خالد كانت لها مداخلة جميلة. الأخ عبد الرحمن، المداخلة كانت جيدة، وهي متكئة على أصل شرعي، الله يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إذا غوى. الشافعي لما سئل عن مالك قال: إذا ذكر العلماء فمالكم النجم. أنا أثني في المداخلة على مسألة مهمة تعلق بالنساء، وهي أن الأخت وفقها الله لم يكن في طرحها خضع بالقول شيء، وهذا مهم جدا لأخواتنا المشاركات في أي برنامج علني، أن المرأة إذا كان ولا بد أن تشارك أن لا يكون في مشاركتها خضع بالقول، فالتزام الحياة كما فعلت الأخت في الإلقاء مهم جدا في قضية إذا كان لا بد أن تشارك المرأة في برنامج علني. جزاك الله خير، وهذا أدب القرآن. جميل جدا. عبد الرحمن الشيخ يطلب تعليق منك عن قوله تعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ هذا من محاورة نبي الله لقومه، والمقصود من كلامه جملة، من كلام الله هنا جملة، تسفيه آراء القوم كيف أنهم يعظمون أصناما ويعبدون أوثانا ثم يغفلون عن تعظيم رب العالمين جل جلاله. طالب طبعا طلب زيارة الدرم، والله يا شيخ عبد الرحمن أنا أشرف بأن أدخل محافظة الدرم، لكن يعلم الله يعني الوقت والصحة لا يساعداني كثيرا على تحقيق رغبات المسلمين، لكنني أرجو الله وأعدك أن سأتي للدلم قريبا بإذن الله. نعم شيخ، يعني تعودت من وصل إلى البرنامج أن تصل إليه، فلا حق علي إن شاء الله بإذن الله، على كذا سأصبح البرنامج كله طلبات. لا يمكن نغلق الباب. طيب نعود إلى لب الموضوع الشيخ، وهو يعني كثير من الإخوة الراجعة في ربه الباسم على الموقع يسألون يا شيخ عن الصفات التي لابد أن تتحقق في الراسخين في العلم. يعني الآن طلبة العلم العلماء كثر، لكن من هو الذي نقول هذا راسخ في العلم؟ هذا يقولون عن مالك رحمه الله كان إذا حدث بالحديث يتوضأ ويعتدل في جلسته إذا تكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدخل. وإذا تكلم في الفقه رحمه الله قعد كيفما اتفق، وإذا قعد
إذا تكلم في الفقه قعد كيفما كيفما اتفق. طيب واضح. الكلام في الراسخين في العلم كلام مهيب مخيف مخيف، وأرجو أن أكون أهلا لأن أتكلم فيه وأنقله للناس. يعرف الراسخ بالعلم بأربعة أشياء سلوكية. هنا من وجد في علمه التقوى بينه وبين الله، جيد، والتواضع بينه وبين الناس، والزهد في تعامله بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. أعيد، التقوى بينه وبين الله، والتواضع بينه وبين الناس، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. وتحرير ذلك أنه لا يمكن أن نصف أحدا بأنه عالم راسخ في العلم وقلبه خلا من التقوى، صحيح، لا في السر ولا في العلانية، ولا يمكن أن يوصف هذا بأنه عالم أصلا. لكن التقوى درجات، فينبغي أن يكون الراسخ في العلم في أعلى درجات التقوى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، أن ينظر الناس فيه وهم هم يراقبون حاله، هو يعمل لله، لكن من حق الناس أن ينظروا له كقدوة. فإذا نظروا إليه كقدوة لم يجدوا فيه إلا تقوى الله، وليست الأمر بالتمني والتحلي، لكنه تطبيق عملي، وهذا مضمار أو شرف كل يدعيه، والناجون فيه قليل والحاصلون عليه أقل. فينبغي للعالم الحق الراسخ في العلم أن يكون تقيا، وهو أشرف المواطن، ما بعده مندرج فيه. فإذا قلنا التواضع بينه وبين الناس، من أخطائنا أن الشيطان يغلبنا أحيانا، صحيح، فيجعل تلقينا للعلم لينظر إلينا الناس، لنتصدر في المجالس، وهذه أمور تبقى في النفس سيأتي الحديث عنها. هذا الأمر عندما يشاهد الإنسان عالما مبجلا، إذا وجد هذا التبجيل تبعا عرضا، فلا يمكن للإنسان أن يمنع الناس منه إلا إذا رأوهم غالوا فيه، لكنه لا يكون مطلوبا له. وكيف يعرف أنه غير مطلوب له؟ أنه لا يبقى في قلبه شيء على من لم يبجله، ولا يسعى لمكان يرى أنه يبجل فيه ويترك مكانا لا يبجل فيه، اللهم إلا مكان لا يريد منه الناس أن يتكلم فيه، فهذه مسألة أخرى. فهذا الأمر الحقيقي الفاصل في قضية أن الإنسان يكون فيه تواضع مع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء كما هو سيد الأنبياء والقدوة في تواضعه. أما إذا كان العالم يترفع على الناس بعلمه ويطلب من الناس ثمن علمه اجتماعيا بأن يتكبر عليهم وأن له الحق عليهم والتقدير والتبجيل، فهذا قد يقال إنه أخذ حقه في الدنيا، فلا يأتي يوم القيامة يؤمل أن يجد شيئا عند الله. طيب. والله جل وعلا كلما عظمت محبته لعبد عظم ما ادخره له. ولهذا أقول والعلم عند الله، إن الله لأمر ما قال عن خليله إبراهيم آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله جل وعلا حسب ما أفهمه من القرآن قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، حتى لا يفهم أحد أن إبراهيم عندما أخذ أجره في الدنيا ليس له شيء يوم القيامة. لأن هذا الأصل، أن من أخذ أجره وافيا في الدنيا ليس له شيء يوم القيامة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لكن لأن إبراهيم كان لا يريد بذلك إلا بعلمه ودعوته إلا الله، وفاه الله أجره في الدنيا وقال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالمقصود التواضع للناس هو السمة العظمى للعلماء. جيد. يأتي الشيخ صالح بعد إذنك، بالنسبة للتواضع بالناس، يعني بعض الناس قد يبني على أهواء أو على مواقف شخصية عندما يتعامل مع عالم معين، فيجد مثلا في لحظة من اللحظات أنه مشغول أو ينصرف عنه، لا يحكم مباشرة. نعم، سيأتي هذا بإذن الله. طيب. الحالة الثالثة الزهد في الدنيا في تعامله، والدنيا ليس الزهد فيها في قضية ملبس أو هيئة. الإنسان العاقل لو لبس، يعني لو أنا مثلا أتيت إلى هذا البرنامج نفرض يعني جدلا بشماغ المخرق ولا ألبس عباءة، ما سيقول الناس؟ سيقول الناس ما شاء الله، الشيخ زاهد، الشيخ متواضع، الشيخ لا يملك شماغا. فأصبح الآن أنا حصلت على الدنيا من وجه آخر، فثناء الناس من متاع الدنيا. واضح. ولو أتيت أرفل في الحرير وفي الدمقس وفي أمور عظام لقال لا، كان كبرا وعلى الناس. لكن الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لما رزق النبوة منع الحرير وقصر الإزار وبقي على لباس قومه،
يلبس كما يلبس قومه، فلم يأتي بجديد الإنسان. ولهذا جاء النهي عن لباس الشهرة، يعيش مع الناس كما يعيشون في حياتهم العادية. فعندما يأتي إنسان مثلا، سأتكلم بلغة بسيطة، عندما يلبس يركب سيارة مثلا كابس وراتبه 10,000 أو 12,000 مثلا، فهناك توافق ما بين مركوبه وما بين راتبه، فهذا أمر يجري على الناس كلهم. هذا نوع من الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا أحيانا يأتي أناس لا سبيل لهم إلى جمع المال، فيظنون أن هذا زهدا، وهو متشوف في قلبه أمور عظيمة للوصول إلى تلك الأمور، لكن أقعده أنه لا يستطيع الوصول إليها. إنما الشأن كل الشأن من يستطيع أن يصل إليها، ثم لا يأخذ منها إلا الكفاف والقناعة. هذا هو الزاهد في الدنيا حقا، من كانت الدنيا في يده ولم تكن الدنيا في قلبه. وهذا أمر يقع فيه خطر عظيم. أول فتنة وقعت في الأمة فتنة الماء، فتنة الدنيا. فالخوارج أول الفرق ظهورا، رأسهم الذي خرج من ضياء الخوارج ذو الخويصرة. ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قال اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك إن لم أعدل فمن يعدل، ثم قال سيخرج من ضئضي هذا أقوام. ولهذا قال العلماء إن أول فتنة كانت بسبب الدنيا. فالدنيا لما ذكر الله زينتها قسمها، قال زين للناس حب الشهوات من النساء، فأعظم ما يمكن أن يبتلى به طالب العلم قضية النساء. فقد يسرف الإنسان في الدخول في أمور نسوية تقوده عياذا بالله من حيث لا يشعر وسط فتنة النساء، فلا يستطيع الانفكاك منها، لأن المرأة غاية مرغوبة، زينة موجودة في دماء الرجل. فيجب للإنسان العاقل، أنا أتكلم عن الراسخين في العلم، أن يجتنب هذا العالم قدر الإمكان، وأن يحاول أن تكون الأمور على بينة واضحة، وأن لا يغرق ولو تحت مسمى الدين ومسمى العلم ومسمى الدعوة أو مسمى التعليم أو ما إلى ذلك. أي يعني يكون الأمور بحد، وهذا ليس فيه نقص من النساء، لكن من حق الرجل أن يحافظ على دينه. طيب. الزهد في الدنيا بمالها، المال بعد النساء. الله قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فيكون الإنسان في بنيه يحب أن يرى الناس أبناءه لأنهم أبناء الشيخ فلان في أبهى حلة، فيبحث عن المال بأي طريقة ليظهر أبناءه منعمين، وهذا يخالف قلنا الرسوخ في العلم. طيب. كذلك بعد ذلك جمع المال، جاء في زماننا هذا الانفتاح الإعلامي، والانفتاح الإعلامي الحق أنه شهرة، لأن الإنسان يقاربه الناس على شهرته، فيمجد ويبجل ويوسع له الطريق ويعفى ويطالب. فلا يجوز لمؤمن ينتسب إلى العلم أن يشتري بعلمه ثمنا قليلا من الدنيا. ما جاء عرضا كما قلت يحاول رده قدر الإمكان، ويحاول قبول ويقبله إن لم يكن فيه كبر في نفسه ولا ضرر على غيره، أما غير ذلك يقف. ولا يجوز لعاقل أن يأخذ حقه قبل أن يلقى الله. يعني الشيخ مشاركة العلماء في البرامج الإعلامية ترى أنها تكون مجانية، وأن الأخذ ينافي الزهد؟ الأخذ لا أقول أنه ممنوع، لكن الإنسان يفرق ما بين الأمور المشترطة وغير المشترطة. هذا أمر يعني أنا لودي أن أفصل بين الناس، لكن أنا أتكلم كلاما عاما، فكل عاد بتلقيه. الحالة الرابعة بعد الزهد في الدنيا المجاهدة النفس. فنحن بشر ضعفاء، مركب فينا النقص، مركب فينا الحسد، مركب فينا الحقد، مركب فينا حب المال، مركب فينا حب النساء، مركب فينا حب الظهور. هذه أمور لا يمكن أن نسلم منها. فيسعى المؤمن حقا الراسخ في العلم حقا إلى مجاهدة نفسه، مرة يغلب مرة يغلب، فإذا غلب استغفر الله وآب وتاب، وإذا غلب تاب حمد الله جل وعلا وأثنى على ربه حتى تبقى النعمة. هذه الأربع سلوكية عظيمة في كل من يدعي رسوخا في العلم. جيد. والناس لا يمكن أن يحددوا الراسخ في العلم. يعني الناس الآن المشكلة جعلت إن الشهرة هي الدليل على الرسوخ في العلم، وهذا غير صحيح. الشهرة مرتبطة بأمور أخرى ليس لها علاقة في الرسوخ في العلم. أظن وراءك اتصالات. نعم، قبل أن نخرج من هذه الأمور نأخذ اتصالات معنا. أبو عبد الملك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. استفسار الشيخ الله يعافي قلبك، بالنسبة للمحلات التجارية. نعم. بدأت المقاطعة الفترة محدودة، المرة الأولى الفترة الماضية بدأت المقاطعة الفترة محدودة، ثم عادوا مرة ثانية، و نسألهم ونناصحهم. كلامهم عن المؤتمر حصل انه ايش ذنب الشركة الفلانية وايش ذنب الشركة الفلانية، ما دخل الشركة الفلانية والتاجر المسلم الذي يتعامل مع هذه الشركة.
اي نعم. طيب سؤال اخر. الان الرسومات اللي اتت مرة اخرى كانت اكثر من 17 صحيفة. اي نعم. اردنا بس المداخلة بهذا الشيء والله يجزاك خير يا شيخ. شكرا ابو عبد الملك، معنا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ام عبد الله تفضلي. الو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، سؤالك. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ، لو كان هناك شخص يا شيخ لديه علم ولكن لا يستطيع إخراجه إلا لبعض الأفراد لسبب خجل أو عدم ثقة أو كذا، هل يدخل في كتمان العلم أو أنه يلجم بلجام؟ ثاني سؤال، لو كان لديه أبوين وهم أميين لا يتعلمون القراءة والكتابة، فكيف يتم تعليمهم العلوم العقيدة؟ سواء إذا كانوا هم يعرفون الوضوء والصلاة ولكن لا يعرفون العلوم العقيدة. طيب. فأعلمهم بالبسيط أم أعلمهم في العلوم الأساسية للعقيدة؟ جيد. شكرا أم عبد الله. معنا أيضا أبو منصور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الهواء. أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الناجح. وإياك. جزاك الله عنا خير يا شيخ صالح، ونحبك في الله. أحبكم الله، الله يحييك. الله يجزاك خير. كما أن لك إخوان في الدلم يحبونك في الله، لك إخوان في المنطقة الجنوبية يحبونك في الله. طيب. وكذلك أنه ناشدك كما ناشدك يا شيخ الله يحفظك. طيب. بزيارتنا إن أمكنك ذلك ولم يشق عليك. أبشر 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 يا شيخ. رفع الله قدرك. شرف لي والله. الله يرفع قدرك. الله يبقيك. شكرا أبو منصور. الأخت سلمى، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك. منطلق إن الله جميل وحب الجمال، الأخوات الداعيات يأتينا في الدور، والأخت التي تأتي متبذلة لباسها ليس بالراقي ومتواضع جدا جدا جدا، هذه وتكون جافة في طبعها، جافة في كلماتها، أظن أنها لا يؤخذ منها. أما التي تأتي وتلقي الكلمات، هناك من تحضر للمحاضرات وهي في سن صغير، ربما مراهقات أو تزيد أو تنقص من هذا، فتكون هذه الفتيات يحضرن للدعيات التي تواكب ما يجري في المجتمع. طيب. فإنها تأخذ منها وتتقبل أكثر، لا تقول هذه الداعية إذا كانت متحضرة وكانت تلبس. صح. لا أريد أن أصبح مثل هذه الداعية ويكون لها تأثير. هذه الرسالة واضحة. سؤال آخر أخت سلمى. بالمقابل المنصبات لبعض الدور تأتي تحضر بعض، أول ما تحضر تكون ملتزمة، وتكون إذا بعد المضي أيام لأنها تشتهر قليلا وتبدأ بالشهرة وهكذا، ف تنتكس انتكاسة ربما غير مناسبة لصاحبات الدين والدور، فأنا تأتي بمظهر حب الدنيا والشهرة والتملق في وجه غير سليمة. سؤالك واضح سلمى، تسمعين تعليق الشيخ، جزاك الله خيرا وجزا الإخوة خير الجزاء. الشيخ صالح أبو عبد الملك كان ينبه لأن المقاطعة يقول كانت وقتية ثم عادوا مرة أخرى، يعني عادوا بعد المقاطعة إلى التواصل مع هذه الشركات. نعم، نحن بينا، نحن نرى نعم. أن الإنسان يبقي على المقاطعة، وقد يكون لبعض الفضلاء رأي آخر، هذا شيء يعود لهم. طيب، أم عبد الله تقول الشخص إذا كان لديه علم لكن لا يستطيع إخراجه إلا لبعض الإخوان إما لحياء أو تهيب من الجمهور، تقول هل يعتبر هذا من كتمان العلم؟ أرجو الله أنه لا يكون من كتمان العلم، لكن تحاول أن تعود نفسها على أن تذهب أن تذهب الهيبة من قلبها، والحياء أمر محمود في النساء خاصة، لكن تجتهد قدر الإمكان في من تستطيع أن توصل العلم إليهم. نعم، من له أبوان أميان هل يعلمهم أمور العقيدة؟ لا يدخل في التفاصيل المعروفة، هذه صعبة عليهم، خلافات العلماء وما إلى ذلك، وإنما قضية معرفة الله وتبجيله وإجلاله وذكر بعض الأذكار التي تبين يعني تتأصل فيها تظهر فيها بجلاء العقيدة الصحيحة، كالاستعانة بالله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأذكار الصباح والمساء وأضراب ذلك. أضم صوتي لأبي منصور يدعوك بزيارة المنطقة الجنوبية. والله شيء شرف لي، واعدكم إن شاء الله تعالى أنني سأتي المنطقة الجنوبية، سأتي إلى أبها، سأتي إلى الباحة بإذن الله، سأتي إلى جيزان، سأتي إلى نجران، ومن لم أذكرها من المدن والمحافظات نسيانا أو للبرنامج سأتيها بإذن الله، لكن
طيب صبرا كما نعم. قلت في الأول. الأخت سلمى تتكلم عن وضع الدور، تقول بعضهم تهتم بالمنظر سواء من الداعية أو من المتلقية، والبعض تهمل هذا الجانب. دور تحفيظ القرآن الكريم، تقول الداعيات التي يلقينا المحاضرات أحيانا تكون في هيئتها. أي هذا طبعا هي لا يعني تلبس ما يلبسه النساء إذا كانت في الهيئة ما في الدور، مجرة العادة فيها، العبرة بما يقال للنساء. لا يحملنا التشديد والغلظة في الإلقاء، ولا يكون هناك نوع من التساهل. الدين مضمونه واحد، لكن كيف نبلغه هذا الذي يختلف الناس فيه. فلا يعني لابد أن نراعي حال من نخاطبه، فمن كان محسنا نحاول أن يزداد، ومن كان مسيئا نحاول أن نترفق به ونصل به إلى درجة أعلى. نعم، أعود شيخ صالح إلى الأمور التي ذكرتها الأربعة التي تقول أن يجب أن تتوافر في من يكون راسخا في العلم. لعلك تلاحظ الشيخ أن كلها أمور سلوكية. هي نعم هي أمور سلوكية، لا سلوكية، لكنها فيصل عظيم. صحيح لابد من أمور مصاحبة أخرى، لكن هذه الأربع هي التي تكون فيصلا في معرفة العالم الحق. لكن يضاف إليها غيرها؟ يضاف غيرها. مثل الشيخ مثل أول ذلك أن يعلم، وهذا مهم جدا لمن يسمعنا، أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، فضل وفهم يؤتيه الله من يشاء. مالك رحمه الله قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه فهم ونور يؤتيه الله من يشاء. هذا القول منه تلقاه أهل العلم بالقبول، لأن السنة دلت عليه، دل عليه حديث علي رضي الله عنه كما في البخاري أنه سئل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح معلقا على هذا ويؤيد، وهذا القول يؤيد قول مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قول مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن العلم نور وفهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. قال بعض المالكية يمدح مالكا على قوله هذا، ومن قوله المفيد غاية: ليس العلم بكثرة الرواية، لكنه نور في القلوب يضعه رب السماوات لمن يشاء رفعه. البيت قريب من هذا، لم أقوله صحيحا. المقصود أن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء، هذا أمر يجب أن يتنبه الناس إليه عندما يريدون أن يتعاملوا مع العلماء أو يريدوا أن يسلكوا طلب العلم، وهذا أمر ملحوظ. فكم من إنسان ثنى ركبا وقرأ أوراقا ولم يبلغ فيه مبلغ، وكم من إنسان لم يكن له ذاك، لا يعني ذلك أنه لم يطلب، لابد، لأن الحقيقة الثانية وهو كثرة الطلب، لابد من الطلب. لكن متى يكون الطلب؟ كان بعض العلماء يقول الطلب دون 40، وبعد 40 يتفرغ للعبادة، لكن رد بأنه عرف في الأمة علماء بعد 40 طلبوا العلم. الحسن بن زياد اللؤلؤي أحد علماء الحنفية طلب العلم بعد 70 وفاق فيه وأصبح مفتيا، وهو لم يبدأ الطلب إلا بعد 70، وكان أول ذلك كله عابدا. فكثرة الطلب والعناية الهامة جدا بأمور بعلم الآلة، لأن الإنسان إذا فقد علم الآلة لا يمكن أن يصل. وأني قد يكون وقت البرنامج يعني دهمنا، لكن حتى يستفيد الناس أنصح نصائح عامة من خلال التجربة. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، لابد أن تصحب ذلك وتسأل الله من فضله. لا تبدأ حياتك العلمية بنقد الكبار، جميل، ولا بالرد على مسائل بلغوا فيها، لأنك تكشف بذلك عورتك. لا تطير قبل أن تريش، فليكن قبل 40 جمع، ثم بعد 40 غربلة لذلك الجمع، ولا تبدأ بنقاش الكبار، وحتى لو كانوا أخطأوا فعلا لا تبدأ بنقاشهم، لأنك لا تملك الآلة إلى مناقشتهم. الحالة الثالثة: لا بد من الصبر والتقصي الحق في المسائل العلمية. الأمير الشنقيطي مثال لما جاء يناقش قضية هل الطلاق 3 يقع واحد أو لا يقع، الطلاق في مجلس واحد على ضوء تفسير القرآن، ذكر بحثا مجملا ثم قال حتى يبين أنه يلم بشتات القضية، قال: والقضية من حيث المنهج العلمي تفي إلى 3 أوجه، إلى 3 محاور، أو يمكن مناقشتها من 3 أوجه: النص الصريح القولي أو الفعلي، من حيث صناعة الحديث والأصول، من حيث أقوال العلماء. ثم بعد هذا أخذ يبين رأيه
وترجيحه. المقصود من هذا ليس رأيه وترجيحه، المقصود من هذا انظر كيف جمع القضية، النظر في صناعة الحديث وعلم الأصول، والنظر في النص الصريح والنص الفعلي، والنظر في أقوال العلماء، وهذا كله مفقود. ويأتيك أحيانا من بعض الناشئة من طلبة العلم لا يعرف إلا النتيجة، ويظن أن الوصول إلى النتيجة هو العلم، والعلم والنتيجة ينالها الإنسان من فتوى. ولو كان هذا المسلك صحيحا لكان آباؤنا وأمهاتنا علماء، لأنهم يقابلون المذياع ويسمعون فتاوى العلماء، لكنهم لا يعلمون على أي أساس ركبت تلك الفتوى. وهذا لا يمكن أن يسموا بأنهم علماء، ولا يمكن أن يسموا بأنهم مفتون، وأنت تريد أن تكون عالما مفتيا. وهذا أمر جداتنا في البيوت يسمعنا قول فلان من العلماء أن هذا حرام، فعلمها أنها حرام ينفعها في أم دينها، لكن لا يدل على أنها عالمة، لأنها لا تعلم لما حرم، ولا تدري الآلة التي توصل بها الشيخ إلى العلم، الطريقة العلمية التي وصل بها الشيخ الفتوى صحيحة أو غير صحيحة. وهنا بعض الناشئة يبدأ بأخذ فتاوى العلماء ثم يأتيك يناقشك بناء على النتيجة، وهو لا يدري كيف الشيخ وصل إلى هذه النتيجة، وهذا كل قصور في الفهم وقصور في الطلب، ولا يمكن أن يكون به الإنسان راسخا في العلم. ثم لا بد أن يجمع الإنسان إلى هذا النصح لدين الله ورسوله. النصح هو الذي من الله به على أنبيائه ورسوله، إني لكم ناصح أمين. من أراد أن يطلب العلم ليظهر جماعة أو حزبا أو ينال مالا أو يحيي أمرا شخصيا أو ما إلى ذلك، فليترك العلم لأهله. وحتى لو وصل لا يمكن أن يكون في دين الله ذا شأن، ولا يمكن أن يعطى إمامة دينية وفق المنظور الشرعي. المنظور الشرعي يعطي الإمامة في الدين لمن يستحقها أهلا، لمن لا يريد بتعليمه للناس إلا وجه الله، لا يريد بعلمه ولا بفتواه أن ينتصر قول زيد أو قول عمرو أو الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية أو السلطان أو العامة. كل هؤلاء يتجرد منهم. ثم مما ابتلينا به في زماننا أنه يأتيك النشء فيقول أنا أدين الله بهذا، هو صادق في كلمة أنا أدين الله بهذا، لكن السؤال هل أنت تملك الأهلية لأن تصل إلى هذا الحكم قبل أن تدين الله فيه؟ صحيح. فالآن لابد من آلية ثم الوصول إلى الحكم ثم الديانة بهذا الحكم. لا تأتيني بالأخير فهو يقرأ الكتب فإذا وصل إلى قول عالم من العلماء هذا ما أدين الله به، أو يأتي عالم نحرير فيقول بعد كلام طويل هذا ما أدين الله به، يأتي هذا الغر هذا النشع فيأتيك في مجلس تعجبه هذه الكلمة فيضع قدما على يضع رجلا على رجل ويقول في مسألة لا يعرف ما الأقوال فيها، ولا يعرف الصناعة النحوية ولا الصناعة الحديثية ولا الصناعة الأصولية، ثم يقول لك هذا ما أدين الله به. أنت صادق في قولك، لكن يا بني ارفق بنفسك، ليس هذا هو العلم. اعلم هؤلاء الأكابر كيف وصلوا حتى قالوا هذه الكلمة ثم قالوا ديانة هذا ما أدين الله به. وهذا عندما نقول وإن كان في قولنا بعض القسوة لكن فقسار يزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. إننا لأن يبغضنا الناس خير لنا من أن يحبنا الناس ونحن ننشأ جيلا غير صحيح. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وقال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فمن حق عامة المسلمين علينا أن يبين لهم الدين. ولذلك أنت ترى الآن القنوات للأسف أفرزت أقواما تصدروا الفتوى والله ليسوا أهلا بعلم. قد يقول إنسان إن هذه غيبة، هذه ليست غيبة، لأن الحفاظ على الدين أهم من الحفاظ على الأشخاص، وحرمة الدين أعظم من حرمة الأفراد. ثم إن القضية تتضح في ماذا؟ إن أحيانا يأتي شيخ يتكلم بالعامية. الكلام بالعامية لا نمنعه حسب حال المخاطب، لأن المقصود نشل الناس من الضياع. لكن فرق كبير ما بين رجل يدرك المسألة حقا ذا علم جم، ثم يريد أن يقرب الأمر للعوام فينزل لهم بلغتهم، هذا لا ضير فيه. لكن يأتينا من لا يدرك المسألة ويقولها بالعامية، ويظهر من كلامي أنه أصلا لا يفقه المسألة. مصيبة على مصيبة، مصيبة على مصيبة. العامية ليست عيبا، لكن يظهر من كلامي أنه لا يفقه المسألة، فينجم عنه أن العوام يحبوه لأن لغته قريبة من لغتهم، لكن حب العوام ليس شهادة على أنه عالم. واضح الفرق. وأنا كنت في القاهرة قبل أيام، فوضع لي أحد الإخوة في السيارة شريطا لعالم أعلم، لا في داعي الأسماء، لكنه عالم بمعنى العالم، بمعنى كلمة عالم، يعني رجل لا نزكي على الله أحدا، كان يتكلم باللهجة المصرية واضح. لكن أنا أعرف الرجل، وأعرف من لغته من كلامه من محاضرته يظهر لك أنه متمكن علميا إلى حد كبير واضح، مع أنه كان وقته يتكلم
باللغة العامية، لكن فرق هذا الرجل الآن هو عالم، هو أبو إسحاق الحويني وفقه الله محدث، كلامه كلام علمي وإن كان يقول باللهجة المصرية لينفع الناس، لكن الرجل يتكلم عن كلام علمي واضح. لكن قد يأتي إنسان أحيانا من أي بلد كان، من بلادنا أو من غيرها، فيتكلم بالعامية ويسمع فتوى ثم يردد هذه الفتوى متكئا عليها، لأن هذه الفتوى قالها عالم مشهور وهو ليس له مستند إلا هذه الفتوى. طيب. ثم يدخل مع هذه الفتوى أمور يريد أن يوصلها للناس، وهو لا ولا يجوز شرعا أن يتصدر مثل هؤلاء، وينبغي الإيقاف، يعني ينبغي الاعتناء بحرمة الدين، وأعظم الدين العلم. طبعا هو ناجم لما قلنا في الأول، لا يوجد تقوى ولا ويوجد حب للدنيا، وهذان كفى بهما هلاكا. فحب الدنيا مهلكة، لكن الناس يفهمون حب الدنيا أن لا تمشي مع السلطان. والله قد يأتي إنسان يمشي مع الأمراء والملوك والرؤساء وهو ليس في قلبه من دنياهم شيء، إنما يريد النصح لله ورسوله. ويأتي إنسان يمشي مع الضعفاء والبسطاء وهو لا يريد إلا أن تسلط الأضواء عليه، ثم إذا تسلط الأضواء عليه نال من وراء ذلك ما الله الدنيا وما الله به عليم. فالله جل وعلا أجل من أن يخادع، ويجب الإبقاء على حرمة العلم وحرمة الدين والنظر الحق في كتب الأئمة من قبل. وإلا إذا كان يعني العلم بهذه الدرجة أن الإنسان يعني يأتي إلى الشاشات أو الشبكة ما يسمى بالشبكة العنكبوتية ثم يضع اسما ثم يفرز الأوراق التي جاء بها الأوراق التي جاءت على هذا الاسم ثم يحفظها ثم يقولها للناس، هذا علم؟ ما 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 لم يبقى في الناس جاهل، كل الناس علماء. الشيخ صالح طبعا أنا أغلطت كما قلت، لكن هذا والله رحمة بنفسي وبمن يسمعني. شيخنا جزاك الله خير، أنت كنت تكلم بحرقة، دعوة لصغار العلم أن يتمكنوا في العلم، أيضا دعوة لمن تصدر للفتية ولسيما في وسائل الإعلام أن يكون أهلا لذلك. دعني أعود إلى قوله تعالى بالنسبة للراسخين في العلم، يقول تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. نقف يا شيخ مع هذه الدعوة وقفة إيمانية في حدود دقيقتين إلى ثلاث دقائق. هو الله يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لاحظ الله وصفهم بأنهم راسخين، بأنهم راسخون في العلم، ثم هنا يعلمهم الأدب كيف يدعوه، لأن هذه الدعوة من طرائق القرآن في تعليم أوليائه. فقال الله إنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كأن هذا العلم الذي أصبحوا راسخين فيه ليس هو سبب هدايته، وأنهم مسلمون أمرهم إلى الله وأن الهداية بيد الله، ولهذا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان إذا كان جائعا ويملك رغيفا واحدا ويعلم أنه محال أن يصل إلا بشق الأنفس إلى رغيف بعده، تراه متشبثا بهذا الرغيف حتى عن زوجته وبنيه، فالرغيف لا شيء أمام الهداية التي في القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ولا يوجد شيء نسعى للحفاظ عليه أعظم من الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذه الرحمة تنفعنا في حياتنا، تنفعنا في ظلمة القبر، تنفعنا إذا قام الأشهاد وحشر العباد ووقف الناس بين يدي رب العالمين. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم جاء التخويف بيوم المعاد الذي تذكره هو الذي ينبت في القلب الخشية من الله، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وقد قلنا مرارا في دروس سلفت وأيام خلت، ليس الشأن والفضيحة أن تفضح بين زوجتك وأبنائك وأولادك ومحبيك وجيرانك، لكن البلاء كل البلاء أن يفضح الإنسان بين يدي رب العالمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فلو أن من طلب العلم وسلكه كان همه الأول أن لا يفضح بين يدي الله، ماذا سيقول عالم إذا وقف بين يدي رب العالمين جل جلاله وفضح بأنه كان يطلب العلم وينشده ويتنقل في القنوات ويأتي في الإذاعات وهو يريد ما عند الناس؟ كيف سيكون حاله عياذا بالله إذا قام الأشهاد وحشر العباد؟ محال أن يعني نعوذ بالله أن نزكي أنفسنا، لكن على الأقل إن الإنسان يستحضر هذا، على الأقل يستغفر، حتى إذا وقع منه هذا القول يستغفر. لكن من جعله وراء ظهره لا يمكن أن يصل إلى مقصوده، لا يمكن أن يصل إلى مراده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا من أعظم الدعاء وأجله الذي علمه الله جل وعلا عباده.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله المستعان. الشيخ صالح، فقد العلماء الراسخين يعني يعتبر ثلمة في الدين ومصيبة كبيرة. في الأيام الماضية فقدنا الشيخ الراسخ في العلم عليه رحمة الله الشيخ بكر أبو زيد. نختم لقاءنا بكلمة حول هذا الموضوع. نسأل الله أولا أن يغفر له ويرحمه وينور له في قبره ويكتب له الأجر والمثوبة. سأقول خصيصتين في هذا الرجل العظيم. طبعا استدراكا يعني من أخطائنا حتى عندما أحيانا نتكلم عن علمائنا إذا ماتوا حب الدنيا يجري في دمنا، نمدح أنفسنا، نقول قابلته في مكان كذا، زارني في بيتي، اتصلت به، كأن الإنسان يريد أن يقول أنا أعرف الشيخ. هذا ليس بتزكية علماء، إنما الرجل رحمه الله من تتبع حاله يجد فيه خصيصتان عظيمة. الأولى البحوث العلمية الجادة التي لا يراد بها الدرجة العلمية. مشكلتنا أن جميع بحوثنا درجات علمية، فلذلك حتى صاحبها من أن يعني يفعلها ويرترقى بها من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك تركها ورماها ولا يعنى بتخريجها، لأنه أصلا حصل بها المقصود، ثم ينتقل إلى درجة أخرى. الرجل رحمة الله تعالى عليه العلامة بكر أبو زيد كان يخرج بحوثا علمية جادة رصينة في فقه النوازل بعضها وبعضها في الأجزاء الحديثية، فينتفع بها الناس وليس المقصود من ورائها الدنيا. فلذلك انتشرت. والأمر الثاني وهو أن الله جل وعلا كان قد آتاه تمكنا لغويا، ولئن قال الناس عن الفرزدق إنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، فإنني أقول لولا الله ثم بكر أبو زيد في عصرنا ذهبت ثلث لغة العلم. فلغة العلم القوية الرصينة المتينة حافظ عليها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في بحوثه العلمية التي تدل على علو كعبه في شأن اللغة. هذا يعني خصيصتان عظيمتان، وأنا قلتهما في سينشر في مجلة نون إن شاء الله في العدد القادم. الشيخ صالح تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا. شكر الله لكم. في باقي شيء؟ تفضل إذا كان باقي. بس قضية الشكر يعني في نصف دقيقة. منتدى القطوف الدانية للأخت سراج الليل والأخوات الأختان الكريمتان المخبتات، كما أشكر وأهني أخي الأستاذ أمين دمدم بتعيينه مشرفا عاما على منتديات الصفوة غيور. وأنبه كذلك ولله الحمد خطبنا في قباء خرجت في ألبوم اسمه بريق المواعظ. قد يقول الإنسان أن يتكلم في الدنيا والآن يقول، لكنني أرجو الله أن ينفع بها، وكثير من المحبين كان يسألني عنها، وقد تم إخراجها من قبل مسجد الفالحين وفقنا الله وإياهم لكل خير، وهي تحمل 6 خطب أسأل الله أن ينفع بها. هذا ما تيسر إراده والعلم عند الله. اللهم يسر. شكرا لكم شيخ صالح، شكرا لكم موصول أيها الأحبة على طيب متابعتكم. أشكر جميع الإخوة والأخوات على موقع المنتدى الخاص بالبرنامج على تفاعلهم مع هذا البرنامج، إثراءهم له بصورة مستمرة ما بين الحلقة والأخرى. آمل أن نلتقي لمناقشة هذه الحلقة وإبداء محاسنها، وإذا كان هناك من ملاحظات فيمكن أيضا أن ترسلوا بها من خلال الموقع. الشكر لجميع الإخوة والأخوات الذين يتابعون على مواقع الإنترنت. شكرا لكم جميعا، ألتقيكم بإذن الله وأنتم على خير وفي خير، وتصبحون على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب ربي.